يقال لا يجوز اللعب بالطعام، إلا أن أكيكو إيدا وبيير جافيل لا يؤمنان بذلك، فهما يبدعان منذ 10 سنوات عوالم مصغرة وأشكالا مختلفة من المواد الغذائية في باريس، وهما يسميان أنفسهما بمينيميام أي اللقمة الطيبة. كثيرا ما نتمنى أن نكون في الصورة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالشوكولاتة، فبعد أن ننتهي من الصورة نلتهم كل شيء. نعم نلتهم كل شيء. مشروعهما الحالي كبير، لكن في عالم مصغر من منتجات الألبان، وهو خاص بالمعرض الزراعي الدولي في باريس. هذا المعرض الذي يزوره أكثر من 500,000 زائر يعتبر منصة مهمة لمينيميام. وقبل افتتاح المعرض في 22 فبراير كان هناك الكثير من العمل أمام الفنانين. سنقيم هناك مدينة من ألبان صناعية ومن الحليب، وبعدها نضيف أمواجا من اللبن الرائب والجبن والقشطة، ثم تأتي الزبدة في الأسفل. وهناك أيضا قصص كثيرة للمواد الغذائية تدور أحداثها في سوق قرية جبلية فرنسية أو في مدينة كبيرة. هذه المدينة هي تعبير مجازي عن قضية إنتاج الحليب الصناعي وزيادة استهلاك الحليب بشكل كبير حول العالم. خلافا لما تعرضه صور مينيميام، فإن المواد الغذائية المستخدمة هنا ليست حقيقية، بل مصنوعة من الفلين والراتنج. الغذاء يجف ويتغير ثم يفسد مع مرور الزمن، ولابد من التعامل السريع مع المواد الغذائية الحقيقية، وهذا يمثل تحديا كبيرا بحد ذاته. كمصورين محترفين للمواد الغذائية، اعتاد كل من أكيكو إيدا وبيير جافيل على استخدام المواد الغذائية كمشروع للتصوير، ويكسب الزوجان ما لهما من بيع كتب الطبخ والإعلانات. حب الطعام جمع الفرنسي واليابانية الأصل معا، وكلاهما درس التصوير في جامعة الفنون بمدينة باريس. في لقائنا الأول سألني أين يمكن تناول طبق من السوشي الجيد في باريس، وكانت فرصة ممتازة للحديث مع سيدة يابانية. يبحث الفنانان عن أفكار لصور جديدة في العديد من المخابز والمطاعم ومحلات المواد الغذائية في باريس. رأينا في محل لبيع الحلويات قطعة رائعة من الإكلير بالشوكولاتة، جربناها فوجدنا أن طعمها لذيذ للغاية، وكانت تتناثر كما لو أنها تعرضت لهزة أرضية، فالكثير من الأفكار تنشأ من خلال مراقبة المنتجات اليومية. في الاستوديو الذي يمتلكانه في باريس، يقوم الزوجان بجمع الأجزاء الصغيرة لمجسم الحليب بتأن وصبر، وسيصنعان دولاب هواء من الجبن. بيير يجمع معظم الأجزاء وأنا أراقبها وأعطي رأيي فيها، وأهم شيء في ذلك هو الفكرة الأساسية التي نريد صياغتها من خلال العمل، وبعد ذلك تسير الأمور من تلقاء نفسها. حتى الآن صنعا 100 مشهد مصغر من المواد الغذائية، وصور الزوجين الفنية ستعرض فيما بعد في نيويورك، وهما يخططان أيضا لتأليف كتاب مصور يضم أعمالهما الفنية.